حياكم الله جميعا، إن شاء الله في أقل من دقيقة سنشرح كيفية إضافة الجراس. أولا سنضيف بلين. الماتيريال هتكون هذا اللون، رفنس وليكن 0.3. نذهب نفس الماتيريال لهذا البلين، هي هتكون نفس الماتيريال للجراس. انا اختار الهير اللينس 0.2، العدد وليكن 2000، ثم بعد ذلك من الشيلدرن سيمبل، طبعا العدد ممكن يتم تغييره، يعني في الديسبلاي ممكن نقول 15، في الريندر 30 أو 40. في حاجة في الرفنس بس هنغيرها، الاند بوينت والشيب. أعتقد 0.1 قيمة مناسبة. وخلينا نشوف لو ضفنا صن، هيكون دي نتيجة عندنا لو عملنا رندر. من الفيو كاميرا تو فيو ونضيف رندر F12. هذه النتيجة النهائية. لو الراديوس أكتر من اللازم ممكن يتم تغيير الراديوس. نختار البين ثم تشيلدرن من الراديوس، من هنا ممكن يتم تغيير الراديوس لتشيلدرن. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.